قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. بيبدأ المسلسل بفيرا وهي رايحة مكتب توظيف عشان تعرف ايه الوظائف المتاحة ليها عشان تشتغل، وفعلا بتقابل المدير وبيقولها ان في وظيفة واحدة متاحة وهي سكرتيرة لمستر اوين في جزيرة الغندري، وبيعرفها انهم كمان سايبين شهرين مرتب مقدم ليها، فبتوافق على طول لانها بتكون فعلا محتاجة للفلوس. وتاني يوم بتوصل المركب اللي هتوديها للجزيرة، فبتقابل ناركوت واللي يبقى صاحب المركب، وبيعرفها ان الوسيلة الوحيدة عشان تروح بيت اوين هي المركب بتاعته، وبيعرفها كمان انه لسه موصل اتنين للبيت برضو عشان مستر اوين دعاه. وهما بيتكلموا بيوصلوا اربع اشخاص تانيين رايحين برضو بيت مستر اوين، فبيبدأوا يتعرفوا على بعض، واول واحد فيهم هو الجنرال جون، والتاني هو لورنس شغال قاضي لكن بيعرفهم انه خلاص ساب الخدمة، والتالت ويليام واللي يبقى ظابط، اما الاخير فهو فيليب ولكن بيرفض يعرفهم هو شغال ايه. بعد شوية بيوصل دكتور اسمه ادوارد، وبيكون ده اخر فرد ناركوت عنده خبر بوصوله، وبكده يكون العدد اكتمل وبيركبوا المركب وبيتحركوا ناحية بيت مستر اوين. ولما بيوصلوا الجزيرة بيقابلهم توماس واسيل مراته واللي بيشتغلوا ختم في البيت، وفي البيت بيعرفهم توماس ان مستر اوين وعيلته لسه ما وصلوش الجزيرة، بس بيقول لهم ما تقلقوش هو استحالة يتأخر وغالبا هيوصل بكرة مع ناركوت، وهو بيجيب اكل وطلبات البيت. فبيطلعوا الكل يناموا في الاوض بتاعتهم، وفيرا بتدخل جوه اوضه هي كمان، وهناك بتلاحظ قصيده متعلقه بتتكلم عن 10 جنود، واول بيت فيها بيقول اتجمعوا 10 جنود على العشاء وواحد منهم مات مخنوق واتبقى 9 جنود. بعد شويه بتخرج فيرا من الاوضه وبتبدا تمشي في البيت، وبتسمع صوت غريب جاي من اوضه، فبتروح عشان تشوف فيه ايه، لكن قبل ما تدخل بتوقفها الخادمه اسيل وبتعرفها ان الاوضه دي لها عاملين في البيت بس، بتعتذر لها فيرا وبتسيبها وتمشي. فبتنزل للصاله وبرضه بتلاقي نفس القصيده متعلقه تحت، فبيجي فيليب وبيشوفها واقفه قدام القصيده، فبيقولها على فكره واضح ان العائله بتاعت اوين بيحبوا القصيده دي جدا لانها متعلقه حرفيا في كل اوضهم وفي كل مكان في البيت تقريبا. عامه في نفس اليوم بالليل بيتجمعوا الكل عشان يتعشوا، وبيكون على السفره 10 تماثيل صغيرين، فبتقول لهم فيرا ان اكيد عائله اوين موهومين بقصيده العشر جنود، وغالبا التماثيل دول بيمثلوا العشر جنود اللي في القصيده. وبننتقل لتوماس واسيل، وبيقول لها توماس ان الوقت جه، وبيسيبها وبيدخل الاوضه اللي كانت فيرا عايز تدخلها في الاول ومنعوها. وبعد شويه بيشتغل صوت في المكان كله، وبيقول الصوت ان العشر اشخاص الموجودين في البيت حاليا كلهم متهمين في قضايا قتل. وبيبدا الصوت يتكلم وبيقول القضايا، اولا دكتور ادوارد المتهم بقتل مريض عنده اسمه لويس، ثانيا مدام ايميلي المتهمه بقتل باتريس الخادمه بتاعتها، ثالثا الضابط ويليام والمتهم بقتل متهم بريء عنده اسمه جيمس، رابعا فيرا والمتهمه بقتل طفل اسمه سيريال اللي كانت المفروض انها المربيه بتاعته، خامسا فيليب والمتهم بقتل 21 شخص في قبيله من شرق افريقيا، وسادسا الجنرال جون والمتهم بقتل الضابط هنري، وسابعا هو توني والمتهم بقتل طفلين اسمهم جون ولوسي، وثامنا القاضي لورنس والمتهم بقتل ادوارد، واخيرا توماس ومراته اسيل والمتهمين بقتل الست العجوزه جينيفر. وطبعا لما بيسمعوا كل الكلام اللي اتقال بيجروا في كل حته في البيت عشان يوصلوا لمصدر الصوت، فبيدخلوا الاوضه اللي خارج منها الصوت بس مش بيلاقوا حد، وبيلاقوا ان ده تسجيل على اسطوانه مكتوب عليها اغنيه البجعه. وطبعا بيفضلوا يدوروا على توماس لان هو الوحيد اللي من الخدم في البيت واكيد يعرف صاحب البيت، وفعلا بيلاقوا توماس خارج من المطبخ وشايل اسيل مراته اللي ما استحملتش واغمى عليها، فيقول لهم ان هو هيوديها تستريح وهيرجع لهم. وفعلا بعد شويه يتجمعوا الكل في الصاله، وبيجي لهم توماس وبيقول لهم انه ما يعرفش مستر اوين اساسا، وانه لسه جاي البيت قبلهم بمده بسيطه جدا عشان يشتغل في البيت، والمفروض انه عارف بميعاد وصولهم من الورق اللي سايبه له مستر اوين، فبيوريهم الورق وبيعرفهم كمان انه كان مكتوب كمان الوقت اللي يشغل في الاسطوانه دي، فنفذ الاوامر وشغلها في الوقت بتاعها من غير ما يعرف حتى فيها ايه، وانه لو كان يعرف اكيد ما كان شغلها لان فيها ايدنتو زيه زيهم. فبعدين بنشوف ذكرى بسيطه من ذكريات توماس، وبنشوفه هو بيقتل جينيفر الست العجوز اللي كان شغال عندها هو ومراته لانه كان محتاج فلوس زمان، وبنرجع مره تانية للكل، فبيكذب عليهم توماس وبيقول لهم انه فعلا كان شغال عند جينيفر هو ومراته بس ما لهمش دخل بموتها، وانهم فضلوا يخدموها لحد ما ماتت موته طبيعيه عادي. بعد كده بيتكلم ادوارد وبيقول لهم ان جيمس المتهم في قتله ده كان واحد مريض عنده بس كان محتاج عمليه خطيره جدا وهو عملها له لكن للاسف مات فيها،
وهو مالوش ذنب في موته، بالعكس ده كان بيحاول يساعده. بعد كده بيتكلم الجنرال جون وبيقول لهم ان هنري كان من اشطر الضباط اللي عندي وكنت بحبه جدا، بس للاسف مات في الحرب وان هو برضه مالوش دخل بموته. بعد كده بيقول لهم القاضي لورنس ان ادوارد كان مذنب في قضيه واتاكد من ادانته وحكم عليه بالاعدام وانه كان يستحق ده، وبيقول لهم الضابط ويليام انه ما قتلش جيمس وانه ما شافوش غير لما قبض عليه، بس بعد كده مات جيمس في زنزانته بسبب المخدرات وسكره مستمر. اما فيرا فبتقول لهم انها كانت مربيه سيريال وانها ما قتلتهوش ولا حاجه، لكن هو كان بيعوم في البحر وبدا يبعد عنها، ولما شافته فضلت تندهله لكنه ما ردش عليها فبدات تعوم وراه، لكن للاسف ما لحقتوش وغرق، وهي كمان كانت تغرق وهي بتحاول تنقذه، لكن الناس لحقوها وانقذوها وهو لا. بعد كده بتتكلم مدام ايميلي وبتقول لهم ان باتريس كانت الخدمه بتاعتها وكانت بنت يتيمه وهي بتراها ومخليه بالها منها، لكن بعد مده حملت باتريس حمل غير شرعي وطلبت من ايميلي تساعدها، لكن ايميلي رفضت فانتحرت باتريس لانها رمت نفسها قدام القطر. اما فيليب فبيقول لهم انه قتل 21 شخص فعلا بمسدسه وانه جندي مرتزق وعمل كده عشان بيسرق الالماس بتاعه، وبيقول لهم انه مش مجبر يكذب زيهم. اما توني فكان سايق في يوم في قريه بسرعه مجنونه وبدون سابق انذار لقى الطفلين جون ولوسي قدامه وما لحقش يفاديهم فخبطهم بالعربيه وماتوا، وهو خاف فهرب من المكان قبل ما الشرطه تيجي، لكن بمجرد ما خلص توني كلامه بدا يحس انه بيتخنق فجري عليه الكل، لكن محدش لحق يعمل له حاجه لانه اتخنق اكتر واكتر ونزل دم من بقه ومات في لحظتها. فطبعا بيتصدموا الكل من اللي حصل، بس بياخدوا بعد كده جثه توني وبيطلعوها على الاوضه بتاعته، وفي الاوضه بيلاقوا معاه مخدرات فبيقولوا انه اكيد مات بسبب المخدرات دي. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف اسيل اللي بتحلم بجوزها وهو بيقتل جينيفر وهي واقفه له على الباب عشان تامن له الدنيا، لكنها بتصحى من النوم مفزوعه بسبب خبط على باب اوضتها، مش بنعرف ايه اللي حصل لها بالظبط، لاننا بننتقل لجوزها توماس وهو في المطبخ وبينظف طبق اكل وبيخبيه في الثلاجه من غير ما حد يشوفه. وفي نفس الوقت ده كان ادوارد بيحلم بيوم عمليه لويس، فبنعرف ان لويس ما كانش محتاج عمليه خطيره ولا حاجه، لكن ادوارد غلط في العمليه وبسبب كده نزف لويس دم كتير جدا ومات. فبيصحى ادوارد من النوم بسبب توماس اللي بيخبط على الباب وبيطلب منه يجي يشوف مراته اسيل لانها تعبانه، وفعلا بينزل ادوارد معاه وبيشوف اسيل اللي نايمه ومش بتتحرك نهائيا ولا بتطلع صوت، فبيفحصها ادوارد والمفاجاه هي انه بيقول له انها ماتت من ساعات. فبيخرج ادوارد للصاله وبتجيله فيرا وبتلاحظ ان التماثيل اللي على السفره ناقص منهم تمثالين ومتبقي 8 وده نفس عدد اللي ماتوا توني واسيل، فبترجع مره تانية للقصيده وتقول ان التماثيل والقصيده مربوطين ببعض، لان القصيده بتقول ان اول واحد هيموت مخنوق زي ما حصل مع توني، والتاني هيموت وهو نايم زي ما حصل مع اسيل، والتماثيل اتشال منها العدد اللي مات ومتبقي بس الثمانيه اللي عايشين. بعد شويه بيتجمعوا الكل وبيقول لهم لورنس ان اللي بيحصل مش طبيعي، وبيطلب من الكل يجهز حاجته ويحاولوا يفضلوا سوا عشان اول ما يوصل ناركوت يمشوا معاه من الجزيره. فبيتكلم في الوقت ده ادوارد مع لورنس وبيقول له ان دي مش اول مره يشوفه وانه شافه قبل كده عند دكتور زميله متخصص في مرض السرطان. فبيقول لهم لورنس انه كان عنده ورم زمان لكن العمليه اتعملت ونجحت الحمد لله، وبعدها جاله رساله من مستر اوين بيدعوه يجي الجزيره عشان يغير جو وده اكيد هيساعده على الشفاء بشكل اكبر. بعد كده بننتقل لجون واللي بيفتكر ايام ما كان في الحرب، وبالصدفه بيلاقي جواب مبعوث من مراته لهنري ففهم انها بتخونه معاه وما كدبش خبر وراح قتل هنري، وهنا بنفهم ان جون كمان كان بيكذب وانه قتله فعلا مش زي ما قال لهم في الاول. وجون على فكره بيكون قاعد في مكان لوحده على الجزيره بعيد عن الباقي، فبتجيله فيرا وبتقول انه لازم ينضم لهم عشان يكون بامان وكمان عشان اول ما يجي ناركوت يمشي على طول، لكن جون بيصدمها لما بيقول لها ان كلهم هيموتوا هنا وان مفيش حد هيجي الجزيره، فبتردش عليه فيرا وبتمشي. وبعد كده بيتخيل جون شخص داخل عليه ولابس لبس جنود زي بتاع هنري ومغطي وشه بقناع فمش باين منه حاجه. بعد كده بننتقل لايميلي وبنشوفها وهي بتفتكر ذكرياتها مع باتريس، وبنعرف انها طردت باتريس ورميتها في الشارع لما عرفت انها حامل، وبنفهم ان ايميلي برضه كذبت عليهم وانها كانت سبب في قتل الخادمه باتريس حتى لو مش بنفسها، لان لولا طردها ليها ما كانتش هتنتحر وتموت. ولما بتخلص تفكير في ذكرياتها بتقوم عشان تتمشى فبتلاقي طيور كتير في نفس المكان اللي كان فيه الجنرال جون، فبتروح هناك بس بتتصدم لما بتلاقي جون مقتول، فبترجع ايميلي وهي مفزوعه وبتعرف الباقي باللي حصل، فبيتجمعوا الكل وبيلاقوا ان التماثيل بقت 7 بس وكل شويه بتقل، وبتقول لهم فيرا ان القصيده كان مكتوب فيها ان تالت واحد هيموت هيقول لاصحابه قبل ما يموت انه هيفضل في المدينه ومش هيمشي، وده نفس اللي قاله لها جون قبل ما يموت انهم مش هيمشوا من الجزيره.
وعلى فكرة نفس الغلطة بتحصل تاني، وهي ان الكل بيكون متجمع ما عدا توماس، بس مش بيهتموا بغيابه. وبيتكلم فيلي وبيقول ان اسحاق مدير مكتب التوظيف قال له ان اوين عايزه في شغل على الجزيرة، وطلب منه يروح بمسدس، ولما سأل اسحاق عن السبب قال له ما يعرفش. فبتقول له فيرا ان اسحاق ده نفس الشخص اللي جاب لها وظيفة، ومش بس كده ده طلع ان اسحاق ده هو اللي بعت الدعاوى للكل سواء عشان يشتغلوا او عشان يقضوا وقت ممتع على الجزيرة. ولكن يظل السؤال، مين مستر اوين ده؟ فبيقول لهم لورنس انه فضل يفكر واكتشف ان الاسم الاول لمستر اوين اللي في الدعوة اللي وصلت له كان بيبدا بيو ان، وانه لو ضمنا كلمة يو ان دي لاوين هيكون الاسم بمعنى غير معروف اللي هي unknown. فبيقول لهم لورنس انه غالبا مفيش حد اسمه اوين اصلا، وان القاتل موجود على الجزيرة، وبما ان مفيش حد غيرهم على الجزيرة يبقى القاتل واحد منهم. وهنا الكل بيبدا يشك في مين؟ ايوه توماس، لان الوحيد اللي موجود في البيت وهو الوحيد اللي بيقدم الاكل، وفعلا بيروحوا بربطة المعلم كده عشان يشوفوا توماس، ولكن لما بيلاقوه بتتدمر كل نظرياتهم، لان بكل اختصار توماس بيكون اتقتل هو كمان. فبيقول لهم ادوارد ان رابع شخص مات في القصيدة المفترض انه قطع نفسه نصين، وده نفس اللي حصل مع توماس. فبيبداوا الكل يقتنعوا بنظرية فيرا وانهم بيتقتلوا زي القصيدة ما بتقول بالظبط. ولما بيروحوا يشوفوا القصيدة بيلاقوا ان خامس شخص المفترض هيموت بسبب قرصة من نحلة، والحمد لله مفيش نحلة على الجزيرة، فبدأوا يطمنوا شوية بقى وقالوا هيناموا عشان يرتاحوا لحد ما يوصل ناركوت بكرة ويروحوا. لكن بتقلق فيرا بالليل وبتنزل للصالة، فبتتصدم لما بتلاقي على السفرة خمس تماثيل بس، ومعنى كده ان في شخص تاني مات منهم. فلما بتشوف فيرا اللي حصل بتجري بسرعة على الجرس وبتفضل تضربه عشان الكل يصحى، فبيتجمعوا الكل بسرعة ما عدا للأسف إيميلي. فلما بيدوروا عليها بيلاقوها اتقتلت باستخدام سكينة مكتوب عليها نحلة، فتمام هي دي الموتة بالنحلة زي ما اتقال في القصيدة. وهنا بيحس فيليب بالقلق، فبيطلع عشان يجيب مسدسه ويخليه معاه يدافع بيه عن نفسه لو القاتل ده حاول يقتله، لكن بيتفاجئ لما بيلاقي الدرج مفتوح والمسدس مش فيه. فبينزل وبيجمع الكل وبيعرفهم باللي حصل، وبيقول لهم انه كان قافل الدرج بمفتاح ومفتاح معاه، وبما ان الدرج مش مكسور فاللي فتحه استخدم المفتاح الرئيسي، وطبعا اللي معاه المفتاح الرئيسي يبقى صاحب البيت وهو القاتل. فبيشكوا الكل في بعض وبيبداوا يدوروا على المفتاح او المسدس، وبيقلبوا البيت كله عليهم لكن مش بيلاقوا حاجه. لكن بدون مقدمات بيلاقوا المفتاح والمسدس جوه سجاده على شكل دب، فبيستغربوا جدا ولكن بيعدوا الموقف وبياخد فيليب حاجته. وفي الليل بيكون الكل متجمع على العشاء، وبيقول لهم لورنس انه حكم على ادوارد بالاعدام زمان لانه كان قاتل، ومش بس كده لا ده كمان كان بيعذب ضحاياه قبل ما يقتلهم، فحكم عليه على طول بالاعدام، وكمان اصر يحضر الاعدام بتاعه بنفسه. وفي يوم الاعدام رفض ادوارد ان هو يلبس حاجه على وشه، واصر ان هو يتعدم وهو وشه ظاهر، واخر حاجه عمله وهو بيتعدم انه بص لورنس وضحك له قبل ما يموت. ومن ساعتها وصوره ادوارد وهو بيضحك له مش بتفارق دماغه. وبعد ما بيخلص لورنس كلامه بيستأذن منهم وبيسيبهم عشان يقرا شويه قبل ما ينام، وبيسيبهم ويمشي. وفي نفس اليوم بالليل بتتعب فيرا جدا وبيغمى عليها، فبيتجمعوا الكل بس مش بيكون معاهم لورنس، بس المهم حاليا ان الكل بيلحق فيرا وبيفوقها ادوارد. اما ويليام فمش بيكون مركز مع ده كله لانه بيشوف في اوضتها خطاف حديد زي اللي بيتعلق فيه مشنقه الاعدام، فبيستغرب ان الخطاف ده موجود عندها هي بس في الاوضه. لكن مش بيهتم كتير لان لما بتفوق فيرا بينزلوا عشان يطمنوا على لورنس، بس للاسف بيكون فات الاوان وبيلاقوا لورنس هو التاني مقتول برصاصه في دماغه. فبيتجمعوا الكل قدام التماثيل واللي بيكونوا بقوا اربعه بس. وفي نفس الوقت ده بننتقل لذكريات ويليام، وبنعرف انه قبض على جيمس زمان، لكن كانت تهمه جيمس وقتها بسيطه جدا ما تستحقش ان هو يتسجن عشانها، بس بسبب ان ويليام مش حابب جيمس فضل يضرب فيه لحد ما قتله في الزنزانه، وبكده يكون ويليام كمان بيكذب عليهم وانه قتل جيمس مش زي ما قال لهم. لكن بيخرج من ذكرياته على صوت فتح ادوارد الباب البيت، ومش بيكون عارف ان ده ادوارد، فبيشك انه القاتل، وبيروح على طول لاوضه فيليب وبيفضل يخبط عليها عشان يشوفوا مع بعض مين ده ويلحقوه. فلما مش بيلاقوا ادوارد في المكان بيقولوا يبقى هو القاتل وهرب، وفعلا بيطلعوا وراه بس مش بيلاقوه وبيرجعوا على البيت مره تانية. بس الغريب ان فيليب بيلاقي المسدس بتاعه على سريره، فبيستغرب جدا وبياخد المسدس وبيجمع ويليام وفيرا وبيقول لهم على اللي حصل، فبيعرفوا ان ادوارد مات في البحر زي ما القصيده بتقول، واللي بياكد كلامهم انهم بيلاقوا ثلاث تماثيل بس. وهنا بيبداوا الكل يعترفوا بجرائمهم، وبيقول لهم ويليام على اللي عمله مع جيمس وانه يستحق الموت زي اللي ماتوا. اما فيرا فبتفتكر اللي حصل بالظبط، وبتفتكر اليوم اللي قابلت فيه هيوجو عم الطفل سيريال،
وإنها أول ما شافته حبوا بعض من أول نظرة. وبتعرفها وقتها أوليفا أم سيريال إن المفروض كان الورث كله هيروح لهيوجو، لكن اكتشفوا إن أوليفا حامل في سيريال، فالفلوس كلها راحت ليها عشان ابنها. وبالنسبة لهيوجو فبقى فقير من وقتها وبيدور على بنت غنية عشان يتجوزها. لكن مش بنكمل في ذكريات فيرا كتير، لانها بتخرج على طول من ذكرياتها على اتفاق فيليب وويليام انهم يولعوا نار كبيرة جدا على الجزيرة على امل ان حد يشوفهم وينقذهم. وفعلا بيبدأوا يجمعوا اي حاجة في البيت ممكن يولعوا فيها وبيخرجوا من البيت. لكن ويليام بيقول لهم انه هيجيب اي حاجة من البيت عشان يستخدمها ويحمي نفسه بيها وهيحصلهم، ولكن بدون مقدمات بيهجم عليه دب والله يرحمه. وفيرا وفيليب بيلاحظوا انه اتأخر فعلا، فبيرجع فيليب عشان يشوفه فبيكتشف انه مات. فبتيجي فيرا وبتقول له ان القصيدة بتقول ان الجندي الثامن مات بسبب دب هجم عليه واتبقى اتنين بس. وفعلا التماثيل اللي على الترابيزة بقوا اتنين بس وما تبقاش غيرهم، بس برضو بيخرجوا من البيت عشان يكملوا خطتهم ويولعوا النار. وهنا بتبدأ فيرا تفكر وتشك ان فيليب هو القاتل لانه وصل البيت قبلهم. ولما رجعت لقيت ويليام مقتول، فبتخطف المسدس بتاعه وبتقول له على شكوكها ناحيته، فبيحاول فيليب يهديها لكن لا حياة لمن تنادي لان فيرا بتضربه بالنار وبتقتله. وفي الوقت ده بتفتكر فيرا باقي قصتها، وبنعرف انها هي اللي دبرت لموت سيريال عشان هيوجو يورث كل الفلوس وما يسيبهاش. وعملت كده بانها على البحر جابت سيريال وتحدته يوصل لصخره كبيره جدا في مكان بعيد جدا عن البحر. وفعلا الطفل بيعمل كده، وبعد شويه لما غرق هو بدات فيرا تعمل نفسها بتغرق لحد ما جم اتنين صيادين وانقذوها، لكن سيريال كان خلاص غرق. وقدام الحكومه والناس هي ما عملتش حاجه، بل كانت بتحاول تنقذه وما لحقتش. لكن القصه دي مش بتخيل على هيوجو وبيقول لها انه شافها لما كانت بتعوم وانها سريعه جدا، لكن هي عملت كده عن قصد عشان يموت سيريال وهيوجو يورث ويتجوزها، ولا انه هيسيبها ومش هيتجوزها لانه حتى لو كان محتاج فلوس عمره ما كان هيقتل طفل، وسابها ومشى بعد ما قال لها انه مش عايز يشوف وشها تاني. وبكده تكون هي كمان كدابه وقتلت الطفل مش زي ما قالت لهم. وبنرجع تاني لفيرا على الجزيره اللي بتفوق من ذكرياتها وبتبدا تشوف شبح الطفل سيريال، فبتمشي وراه لحد ما بتدخل اوضتها وبتلاقي مشنقه متعلقة في الخطاف، فبتقف على الكرسي وبتدخل راسها جوه الحبل عشان تشنق نفسها. لكن قبل ما تموت بيدخل القاضي لورنس اللي المفروض انه مات، فبيقول لها لورنس ان القصيدة بتقول ان الجندي التاسع هيموت بضربة شمس، اما الاخير فهيموت مشنوق زي ما هي هتموت دلوقتي. وبيقول لها لورنس انه استخدم الاكل او الكبدة اللي كان بيضيفها توماس في الاول ورسم بيها الدم على نفسه عشان يوحي لهم انه مات. وطبعا ادوارد من توتره ومن غير ما يشوفه قال انه فعلا مات، فبيعرفها انه كان بيكذب لما قال العملية نجحت لانها فشلت والسرطان بينتشر في جسمه وهيقتله قريب جدا. وبيقول لها لورنس انه تأثر بقصة ادوارد القاتل اللي شنقه، عشان كده ابتسموا لبعض وقت موته وقرر من وقتها يستخدم طريقته ويقتل الناس المذنبين ويحقق العدل بايده في الايام الفاضله من عمره. وسط كل ده كانت فيرا بتتوسل له عشان ينقذها، لكنه بيقرب لها وبيشد الكرسي عشان تموت فيرا. وبيروح لورنس للسفره بعد كده وبيشد كرسي من الطرفين بتوع السفره وبيقعد على واحد فيهم وبيجيب مسدس والطلقه اللي المفروض اتقتل بيها، وبيمسك المسدس بمنديل عشان بصماته وبيقتل نفسه. اما المسدس فبيتنتر للناحيه التانيه من السفره، وبالتالي لما هتيجي الشرطه هتفهم ان القاتل كان قاعد هنا. وبكده 10 جثث ل10 مجرمين والقاتل محدش يعرفه. ولو ما فهمتش لغايه دلوقتي فلورنس هو اللي قتل الكل عشان كلهم مجرمين وقتل نفسه في الاخر، بس ليه معرفش، بس اعتقد لان كان عنده سرطان وخلاص قرب يموت فقال يريح نفسه. عامه مش فارقه كده كده مات كافر. وبيخلص المسلسل الغريب جدا جدا جدا. وبس كده سلام.